قبل الانفجارات نتاع سوسه كانت ثمة معلومات، هذا ما يقوله بعض. ثمة معلومات، ثمة معلومات أكيد. ليه أنت شبك بشوي ما تهرب من أنا في موضوع وأنت تهرب بي الموضوع؟ رجعي له رجعي له. لكن إيش أكلمك حاجة اللي بديت طريقة ممنهجة وكان مدروسة لضرب المؤسسة الأمنية اليوم نتحمل مسؤوليتي، من بديت من حقبة تقلد وزير الداخلية فرحات الراجحي وبعض أشباه الحقوقيين اللي عملوا حملة وإعلامية ومشيت معهم وقتها وسائل الإعلام بدعوى أنهم بالحق معناها، لكن اللي وقع حله هو إدارة أمن الدولة اللي هي من ركائز وزارة الداخلية اللي كانت حتى رغم عندها سلبياتها في عهد بن علي لكن كانت بالحق من ضمانات أنه الأمن القومي بتاع تونس يكون متماسك. لكن جهاز البوليس السياسي اليوم ما تحلش، جهاز البوليس السياسي اللي كان يرأسه محرز الزواري وتو يرأسه معناها عاطف العمراني، جهاز البوليس السياسي هو راهو اللي هو مازال موجود اللي هو متعاطف معاه اللي خلينا نقولوها صراحة، جهاز البوليس السياسي اليوم اللي في وزارة الداخلية يتبع في كل منتقد للحاكم في النهضة للسلطة الحاكمة اليوم النهضة غدوة المنزل وبعد غدوة الواحد معناها هذو ما بعد معناها هذه العقلية متاع قلبة الفيستا خلنا نحكيوها واقع. لكن اليوم العباد هذه تتبع في المعارضين التونسيين اللي كي ينتقدك مو ضدك حتى نقابين منير يتنصت، انت يتنصت مثال وليد زروق انا يتنصتوا عليه، انا يتنصتوا عليه في الاخر بكلش باش يرفع تقرير وليد زروق اسم متعسي عزه ولا كروفيت رويال، اما وقتها فما ظهر لي موساد وفما 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 مخابرات اجنبيه ترتع في البلاد، الجهاز اللي وقتها حاجتنا به اليوم حلوا من حلوا فرحات الراجحي منذ توليه، ولا خاطر الجهاز هذا يحلوه خاطر فيه ارشيف اللي ما يحبوش يخرج للراي العام، لانه لو خرج للراي العام ظهر لي موازين الكوار كل تتنحى، وظهر لي برشا سياسيين في تونس حكما ومعارضه نسمعوا بهم كيما بن علي فروا الى وجهات مختلفه وما عادش يقعدوا في تونس. بارك الله فيك سي وليد، بارك الله فيك على وسع البال وان شاء الله ما قلقتكش. ان شاء الله انا نحب نقول رساله بركه اليوم الشعب التونسي لازم يكون وطن، اليوم راهو يعاد تاريخه يعاد نفسه، اليوم راهو لازمنا نتذكر حتى يعيد نفسه اما بطريقه جديده. لا اليوم نحب يعيد نفسه بالحركه الوطنيه بانطلاق المقاومه المسلحه، واليوم مش ندعو للتسلح اما لكن المقاومه المسلحه اللي تقامت عام 1888 بقياده المناضل علي بن خليفه رحمه الله. بارك الله فيك. اليوم لازمنا نفس الشيء، لكن باش نتسلحوا بارادتنا لازم اليوم المواطن التونسي يحل عينيه يعلم على كل شيء مستراب ما يخافش. اليوم المؤسسه الامنيه فقدت فما دم وفما احتقان كبير في المؤسسه الامنيه اللي تحب تحارب الارهاب وباش ترمي عرض الحائط، حتى لو فما تعليمات سياسيه باش ترمي بها عرض الحائط، وباش يكونوا القاده الميدانيين اللي اليوم نتحاوروا معهم احنا كطرف نقابيه متحملين المسؤوليه ويخدموا في خدمه جباره. نحب نحييهم وفرقه مقاومه الارهاب من حرس ومن امن وطني اليوم بالحق الارهاب هذا لازمنا تتكاتف الناس كل باش نجمو نقاوموه، ولازم الناس كلها تكون بواعز انها تنظر للمسألة هذه بالمنتاليتي نتاع الامني اللي تعلم على كل كبيرة وصغيرة، وحتى ميسالش حتى انه حاجة شك فيها ومن بعد توجهت لها الفرقة الامنية ولقات حكاية فارغة راهو ماهوش باش يقع تتبع ولا حاجة معناها اللي باش بالعكس باش تخدم مصلحة البلاد هذه. بارك الله فيك سي وليد، شكرا على الحضور. عايشك، شكرا.